عائد كأس سمو الأمير فيصل بن فهد عليه رحمة الله للدرجتين الأولى والممتازة. هنا عبر قنوات راديو وتلفزيون العرب ARD سبورت 7 بالتحديد، وعبر برضو قناة ARD الزعيم الزعيم. الجميع ينتظر والجميع يترقب صافرة بداية المباراة من جانب الحكم. صافرة البداية بتعلن عن بداية المباراة، وأدي أول كرة كده ملعوبة وجول! أسرع هدف، أسرع هدف، أسرع هدف! نواف العابد، نواف العابد لعب الكرة من منطقة السنتر وشاف واحدة في المرمى في أقل من 3 ثواني. أسرع هدف في العالم، أسرع هدف في العالم، نواف العابد، نواف العابد خد واحدة هوب في الجول، خد واحدة في المرمى في الجول، وواقف أحمد الرشيد بيتفرج، مشاهد مشاهد زيه زينا. وأدي نواف العابد خد واحدة غدر بيه، غدر بيه. وعلى فكرة الغدر صفر.